البروفيسور مختار الأصم. كان العنوان الأول الذي عرف به هو السياسة، ومع مختلف الحكومات التي تعاقبت على السودان منذ الثمانينيات كان دائما يرتبط بدور سياسي. خلف كل هذا يتمتع وجهه الخاص بمراقبة كل ما يحدث ويندهش لاتساع عوالمه، وجه حجبته السياسة ودهاليزها. إنه الوجه الأجمل. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في سهرة جديدة من سهرات الوجه الأجمل. الوجه الأجمل اعتدنا فيه في كل حلقة من الحلقات أن نبرز شخصية عامة وعرفناها كلنا عبر كثير من التفاصيل، ولكن تلك التفاصيل الإنسانية الحميمة الخاصة التي قد لا يتاح لأي إنسان أن يطلع عليها. دكتور مختار الأصم، أهلا بك كثير. يا مرحب بك. يا مرحب دكتور مختار. نحن في كل حلقة درجنا أن نبدأ بفترة الميلاد والنشأة، وأنت بمواليد الأبيض وتلقيت كل المراحل التعليمية الأولية إلى الثانوي هناك. أكيد في مشاهد راسخة في الذاكرة ودائما ما تصطحبها معك إلى الآن. نعم، تلك كردفان الغرة ومخيرا برا وجوا. الحقيقة أنا فعلا مواليد الأبيض ودرست الأولية. زمان كان عندنا التسمية هي أولية ابتدائي ثم ثانوي. هذه المراحل كلها درست في الأبيض. الأولية كانت المدرسة الغربية الأولية، وذكرياتي فيها أنه كان هنالك خور تغمر المياه في الخريف، وكنا صغار إذا نزلت الأمطار يصعب علينا أن نعبر هذا الخور، فكنا نتوقف كثيرا إلى أن تنحصر المياه حتى نصل المدرسة أو نعود من المدرسة. المدرسة كانت الغربية الأولية، كانت الدراسة فيها منتظمة للغاية، وأذكر تماما أنه يعني أنا ضايقت لأنه الدفعة اللي قبلنا كان أخذوا النشيد الخاص بإكمال الجغرافيا الأولية. لما جاء دفعتنا إحنا كان الوقت ضايق فما درسناه. النشيد اللي بيقول في الجولي التقيت بالصديق ذات الهشاب الناظر، بتنقلك في كل أماكن السودان. نعم نحن ما أعطونا إياه لأنه كان تأخرنا فضايقتني قليلا، لكن حفظت النشيد مع الدفعة اللي كان درسته. مدرسين كانوا شوية قاسين، يعني من تجربتي معهم أذكر أنه كان في أستاذ اسمه عدلي كاسب. قساوة أم صرامة؟ هي فيها الاثنين معا، لكن أذكر هذه تماما. أنا يمكن شوية كنت يعني ذو نعمة قليلة، أنا كنت بلبس ساعة ودي كانت يعني في الوقت ده غريبة، فكانوا يقول لي يا أبو ساعة قم حل المسألة دي، فكنت بشعر باستفزاز شوية. جابت لك المشاكل يعني. نعم. فثانيا في تلك المرحلة بعد ما خلصنا المرحلة اللي عرفت بالأولية كان علينا ننتقل للابتدائي. في الأبيض في ذلك الوقت كان في مدرستين ابتدائيات، الأميرية الوسطى والأهلية الوسطى، وكل واحدة فيها فصل واحد. كانوا بيمتحنوا كل مدارس الأبيض والقرى اللي حولها. بيمتحنوا لوين؟ بيمتحنوا لهذا الفصلين ديل اللي في المدرسة. عدد كبير بالمقارنة، عدد كبير مدرستين فقط، وما كنا عارفين حجم المنافسة. فأذكر تماما بأنه جلسنا الامتحان، والامتحان كان امتحان رهيب تماما. أذكر إلى الآن يعني رعب تماما. أخذونا بالجلاليب البيض ودخلونا المدرسة الوسطى هذه، وأتونا الأساتذة عشان يعني درس الإملة. مثلا درس الإملة بدأ بالبابارو أو اللبرو، إلى الآن لا أدري أيهما صح. البابارو أو اللبرو عدو الفيل اللدود، وأنت عليك أن تكتبي هذه الإملة. وشوف صعوبة العبارة بالمقارنة مع سن يافع بهذا المستوى، أنتم لم تكملوا الخمس سنوات بعد. أذكر تماما كانت أرجو تستق من الخوف، وبعدين تجيك الـ 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 الرياضيات 186 على 19، 1377 مضروبة في 85، حاجة شيء مهول. ده بيقودنا الحديث يا دكتور عن المناهج اللي كان بتدرس لكم في تلك الفترة. يعني عرفت أنه كنت بتدرس منهج كامبريدج
منهج مدارس عالمية. نعم ده حقيقة. يعني أذكر تماما أنه عندما امتحنا من الابتدائي أو أتمنى الثانوي ما في حاجة اسمها كان شهادة سودانية، كان هي الشهادة البريطانية تطبع في بريطانيا، لكن هذه يمكن الوطنية كانت شوية قليلة والسودان، لكن كنا بندرس باللغة الإنجليزية. الشاهد أنه التعليم كان فيه منافسة شديدة، يعني لولا الظروف الحسنة اللي جعلت كبار رجال الأبيض يقرروا أن يفتحوا فصل ثالث أنا ما كان درست، لكان حرم كثيرين من الدراسة. نعم لأنه يعني فصلين فقط وأنا يعني خرجت من الفصلين، يعني لم أستطع أن أدخل في الفصل الأول ولا الثاني. فلولا أنهم تمكنوا من فتح فصل ثالث يمكن كنت الآن ذو مهنة جبارة تاجر محترم. تلك كانت أيام خوالي. وأذكر تماما أنه الابتدائي أو يعني سنة ثالثة في المرحلة الابتدائية كانت مهمة، لأنه تلك المرحلة التي يسمح لنا فيها استعمال الحبر، الدواية محبرة موجودة في الكرسي الجديد. طبعا الحبر يغطي يديك ويغطي ملابسك عن قصد. لازم تطلق الحبر على الجلباب الأبيض لكي تثبت أنك أنت خلاص تركتي الرصاص الأردواز. تعرف الأردواز؟ تعرف حي اسمه الأردواز؟ الأردواز ده عبارة عن لوح رصاصي ومعه أقلام خاصة به، هذه تعطى للسنة الأولى. ما كان في حي اسمها قلم رصاص، كنا نكتب على لوح الأردواز. يعني لما يجي فترة الحبر ده جزء من مميزات التقدم في العمر، هذا رقي تمام خلاص وصلت الحبر. والعجب الأكبر لو تمكنت من اجتياز المرحلة الأولية ودخلت الابتدائي، يسمى الابتدائي حيث اللغة الإنجليزية، حيث الجرين برايمر. هذا كمان شيء آخر. أذكر تماما لما دخلت الابتدائي يعني بعد ما سمحوا لنا فتحوا فصل ثالث ودخلت فيه، بقيت في يعني في دفعة في فصل الثالث هذا دخلت وجدت فرصة. كنت أهتم جدا بكتاب الجرين برايمر الإنجليزي، لازم يكون هو أول الكتب، ولازم أنا ماشي بأي مكان أعرض على الناس ظاهر. كيف أنا ما أصبحت أعرف الأحرف الإنجليزية؟ وكنت بعتقد في ذلك الوقت أنه بمجرد ما أكمل حروف الإنجليزية سأتمكن من الحديث بطلاقة. تدرجت في المراحل الدراسية دكتور مختار ووصلت للفترة الجامعية، وكان قرار التخصص في العلوم الإدارية بالجامعة. هل هذا القرار عن قصد يعني، ولا كان أحد أفراد الأسرة كان له تدخل مباشر أو غير مباشر في هذا الاختيار؟ أنا درست الفلسفة، والفلسفة عندها علاقة وثيقة جدا بالعلوم السياسية. كما تعرف أن كل النظريات السياسية هي نبعت من 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 الفلسفة. لكن علاقتي بالإدارة كان في تأثير للوالد الله يرحمه. أنا كنت راغب في أن أكون في الخارجية، وكنت راغب أن أقدم إلى سكرتير ثالث في الخارجية، لكن هو كان في رأيه مختلف. كان بيعتقد بأنه معرفة السودان بتتم عبر الجهاز الإداري، ويبدو أنه كان مغرم بمفتشي المراكز يعني كانوا بيديروا السودان. كان مدخلين في نفسي يعني شوية بتاعت شيء بالدونية، بأنه ليه ما نبقى زيهم. لكن الوالد كان مصر، وكان هو استقلالي، وكان أنصاري، وكان حزب أمة، وكان مدير عام حزب الأمة في الأبيض، وظل مصادم طول حياته في الأبيض إلى أن دخل البرلمان وأتى الخرطوم كممثل لحزب الأمة. دكتور مختار اسمح لنا ننتقل ونتابع إفادة من مجموعة من أقربائك، فيهم أبنائك وفيهم أشقائك أيضا. شكرا. استمع إلى مقاله. حقيقة طبعا أنا أخوه الأصغر منه مباشرة، وزي ما بقولوا بالسوداني الطردة. ويمكن أنا أكون من أكثر الناس معرفة بأخي مختار العصم. إحنا عشنا مع بعض، وإحنا أطفال لعبنا مع بعض، وقرينا مع بعض. وأنا يمكن أتكلم عن هواياته، عن فنانين المفضلين، الحياة اللي ما بيعرفها الناس أنا بعرفها كويس عنه. الحقيقة يعني التأثير بتاع أخي مختار العصام علي تأثير كبير جدا. يعني يمكن حياتي الحالية أو مستقبلي الحالي تشكل بتوجيهاته، وتوجيهاته
ما توجيهات بسيطة، توجيهات يعني من النوع الرادع. مختار الأصم، ما هو أخوي الأكبر لكنه هو الوالد الحقيقي. لأنه لما نشأنا يعني رغم أنه الفرق بيننا ما أكثر من 6 سنين أو 7 سنين لكن هو الربانة. وأنا أذكر لما إحنا في الأبيض، مختار لما نيجي من الجامعة عندنا ديوان كبير بيجمع كل الناس بتاعنا الأبيض، ناس الإعلام، ناس الصحافة، ناس الفن، ناس الأدب، وكان بيهتم جدا بالعلاقات الثقافية في الأبيض مع الناس، وكان بيشرف علينا في الأشياء الصغيرة جدا، يعني مذاكرتك، حمامك، لعب الكورة، تدخل البيت قبل صلاة المغرب. يعني كنا بنحس بأن احنا بنتعامل معه كأخ، بنتعامل معه يعني كوالد، رغم أنه والدنا كان موجود لكن احنا حاسين بأنه والدنا مديه كل الحرية في أنه يشترك معه في تربيتنا. والشيء العجيب أنه الناس اللي بيفتكروا مختار صعب، مختار ده أقل حاجة كان بيتألمه. يعني أنا أذكر لما يمرض واحد من أخوانه ما بيقدر يجي حتى يشوفه، هو من برا ممكن يشرف يجيب لك الدكاترة يجيب لك كذا. أنا مرة أصبت بتايفود، يعني جاب لي بروفيسور يحيى الطيب العربي ومين، لكن هو نفسه ما قدر يجي عايل لي أنا في وشي وأنا مريض. مختار الأصم هو شخصية، هو ما أبو بس، هو صديق وشخصية قريبة جدا من أفراد بيته، كان أنا والأخواتي. بابا ربانا أنه دائما نكون إحنا والولد واحد، إحنا لأنه البنات 3 بنات كبار فتربينا كنا أي حاجة مفروض نعملها برانا، فكان طوال بدينا إحساسي أنه إحنا زي الأولاد ما أقل منهم في حاجة، بنطلع نمشي الجوازات، نمشي نعمل إجراءاتنا برانا. بتذكر لما كنت في 3 ثانوي لما امتحنت شهادة مشيت تكلمت معاه قلت بابا أنا عايز أشتغل، قال لي رزان عايز تشتغلي ليه؟ قلت له عايز اشتغل عشان انا حاسه انه انا عندي اجازه طويله لحد ما امشي السودان، حاجه بتاعت 6 7 شهور، احنا قرينا في الامارات فكانت الشهاده العربيه الاجراءات حقتها بتاخذ وقت، فانا حابه استفيد من الوقت ده انه اشتغل. كل العائله كانت مستغربه جدا انه ليه رزان عايزه تشتغل وهي ما محتاجه للشغل، وانا كان عمري الوقت ذاك 16 17 سنه، يعني ما محتاجه للشغل، لكن هو فهم او حس بين انه انا ما عايزه اقعد في البيت وعايزه اكون حاجه في الدنيا وعايزه اعمل حاجه. أنا محمد مختار والدكتور مختار الأصم، وبس دار أقول إني محظوظ يعني إن يكون هو أب لي، وممكن أي نعم يكون زو صعب بعض المرات، يعني he's a strict person أي، لكن متأكد أنا إنه كلام ده كله للنهاية يعني اللي ما صالحه. ودار أقول بس إنه زول very noble وزول بيحب بلده وزول بيحب أولاده. من أشقائك مهدي الأصم وعوض الأصم، اتفقوا الاثنين على إنه أنت شخص مؤثر، لعبت دور المربي ودور أقرب للأب أكثر مما أنه هو أخ. أستاذ مهدي بيقول أنك إنسان حساس وبتتأثر بكل ما يحدث لكل فرد من أفراد الأسرة. دي حقيقة، يعني دي نقطة يمكن تسمى نقطة ضعف عندي، يعني حتى زوجتي بتنبهني بأنه إذا مرض واحد من أبنائي أنا بكون متضايق من المرضان أكثر، لأنه بشعر بأنه خلق لي قضية يعني كبيرة، ما بحبهم يمرضوا، بحب أشوفه دائما يعني في صحة وعافية. ما بقدر فعلا أباشر المريض لأنه فعلا بتألم، يعني هذه نقطة ضعف أنا بعترف بها، ما في 2-3. بيحترفوا أيضا برغم هذه الحنية التي بداخلك إلا أنه في جانب آخر ممكن تكون حاسم ورادع معهم، هذه كذلك نقطة ضعف أخرى، أنه بتهم بأنه أنا مرات قاسي في قراراتي، يعني ما بقبل بعض التهاون في أشياء من ضمنها أنه إذا كان إنسان ما قام بواجبه، إذا كان حاول يخفي الحقيقة ما بقبل نصف الحقيقة، دي بتزعجني كثير. لذلك أخواني أنا ربيتهم الحقيقة، لأنه الظروف جعلت الوالد بعيد، يعني السياسة أخذتهم من الأبيض إلى الخرطوم، وهم كانوا شبان يافعين وأنا فرقي منهم كلها 2 سنين. لكن ترتيبك في الأسرة إنك الابن البكر. نعم نعم نعم، فكنت مضطر أن أتولى مسألة القيادة، لأنه عندما يكون في فراغ لابد أن يملى.
صحيح. فأنا وجدت نفسي مضطر أنا مش ما اخترته اختيار وجبرت عليه. وبعدين دايما في واحد من الأبناء بيكون عنده إحساس أعلى بالمسؤولية. نعم. بغض النظر عن أنه ترتيبه هو الكم في الأسرة، لكن بيكون إحساس المسؤولية عنده. نعم. أعلى من البقية. نعم. لكن بيني وبينك في بعض الأحيان أنه أنا بقول يعني حرمت من متعة اللعب، متعة الشعور بأنه أنا غير مسؤول عن شيء، يعني ما وجدت هذه الفرصة. أذكر تماما بأنه أنا حتى الإشراف على بنات البيت كنت أشرف عليه وأنا كنت صغير، يعني كنت ما أتعدى 12-13 سنة بيحوليه قروش أنه أشرف على كيف يبنوا البيت. كانت أشياء علمتني لكنها حرمتني متعة الطفولة. يعني أنا الآن بتحسر بأنه ليه أنا ما كنت مثل الأطفال اللي عندي الحق في أنه أجري في الشارع وألعب بالعجلة وأمشي أسبح مثلا وهكذا. يعني هذه الأشياء كثيرا حرمت منها لأنه وجدت نفسي أتولى مسؤوليات يمكن تكاد تكون أكبر من عمري. كان بتكون برسولي قروش مرة. أذكر تماما حادثة أنه رسولي مرة مصاريف البيت ومشيت اشتريت نظارة بيرسو. زمان نظارات بيرسو دي حاجة مهمة للغاية، 25 قرش بعدين بتديك حضور كده. لكن تألمت شديد بعد ذاك أنه ليه أنا أشتري نظارة بيرسول والقروش دي أساساً هو مبلغ كبير ما سهل، لكنه ما معمول عشان مختار يعني كم ممكن أستفيد منها في جوانب تانية. نعم نعم. فردعت نفسي وحسبت نفسي وتاني ما تكررت بالمرة. دكتور مختار في سياق مختلف، يمكن عرفت أنه عندك مزاج انتقائي ودقيق في الغناء. نحن حنهديك اللحن القادم مع محمد جزار وحنجي نتكلم عن هذا المزاج ولأي ناحية من النواحي ولأي مدارس بتحب إنك تستمع بشكل مستمر إن شاء الله. صباحك يوم
أسباده. أهلا بكم من جديد والوجه الأجمل للدكتور مختار الأصم. دكتور مختار، وطالما بنتكلم عن كثير من الحكاية والخفايا والذكريات الجميلة المتعلقة بالطفولة والنشأة، أكيد في مرحلة ما حنقدر نتجاوزها، مرحلة الدراسة الثانوية. في المرحلة الثانوية تحديدا يمكن كان في كثير من الذكريات المتعلقة بالأصدقاء، الأنشطة الأدبية اللي كانت مصاحبة للدراسة. عرفت أنه عندك موهبة بتاع التمثيل وأنه مثلت في المسرح القومي، وهناك موهبة للتصوير، موهبة أخرى في ممارسة الرياضة، لعبت التنس والباسكتبول. كل هذه الأشياء عايزين نتكلم عنها ونبرزها شوية لكل من لا يعلمها. نعم، أنا هاوي تصوير منذ أن كنت صغير، وقتها التصوير ما كان سهل زي اليوم، ديجيتال كاميرز، إنما كان في البوكس كاميرا، والبوكس كاميرا كانت تحتاج لضبط المسافة وضبط العدسة اللي هو بتحدد الضوء. فلو ما كنت بتعرف أنك الشمس دي قدر إيش، وتفتح العدسة بكم مساحة، وتفتح اسمها الشطر التي تقفل وتفتح، تكفي ليه بيها سرعة، تفتح ليه بيها سرعة، هل 60 واحد على 60 ولا واحد على 45، ثم المسافة، لأنه ما كان في حاجة اسمها العدسة لوحدها هي تجيب. الدراية دي جات بالممارسة ولا تلقيتها من جهة محددة؟ هي كانت هواية، بدت كهواية، لكن صقلت في خرطقت. وكان هنالك فضل صديقي يحيى الطيب العربي وصديقي الدكتور هاشم جده الله يرحمه، هم كانوا بيديروا في خرطقت التصوير، ورست عنهم التصوير، فأنا أصبحت مسؤول جمعية التصوير اللي هي بصور، ونحن بنحمض الأفلام بنفسنا، تدخلي في الغرفة المظلمة وتمسك الفيلم وتدخليه في حاجة اسمها المظهر، وبعد ذاك تغسليه بالماء تخطيه في حاجة اسمها المثبت، ثم تقصي ما يعرف بالعفاريت وتضعها في المكبر وتختاري نوع الورق وتطبعيها تصور. فهذه يعني كانت هواية محببة لنفسي، وكانت تأخذ مني وقت طويل. بعدها طوالي كنت بدير مسؤول عن السينما. السينما هي كان عندنا بروجيكتر، ونختار الأفلام ونعرضها على الطلاب في يوم الخميس. يوم الخميس في دائما بتكون في سهرة في المدرسة بنعرض فيها هذه السينما. لكن الأهم منها كان في حاجة اسمها الإذاعة. الإذاعة هي كنا بنعملها في فترة الفسحة الفطور. وانت كنت بتترأس جمعية الإذاعة والتمثيل؟ نعم، او الإذاعة والسينما. أيضا الإذاعة والسينما والتصوير. والإذاعة كنا بنخذ يعني عندنا ريكوردر، داك هو الريل، بسموه الريل ده الكبير ده، وانا كنت مسؤول عنه، يعني باخده معي حتى في الإجازات. وأذكر تماما يوم انا أخذت معي هذا الجهاز، وكنا عندنا زي ما يعرف شيء في سينما عروس الرمال في الأبيض. بعد ما انتهينا من ذلك اليوم، أنا مفترض الساعة 9 أخذ الجهاز معي وأرجع المدرسة، لأنه الباص بتحرك الساعة 10 عشان تعرضوا اليوم. الساعة 10 بنرجع، أنا خلاص إحنا داخلية. فأنا ماخذ الجهاز معي في حاجة اسمها رامونا، هي عبارة عن بوفيه صغير جديد وقتها، كان يعني اللي بتشوفوه الآن ده الميكسينج ده اللي هو خلط الفواكه، كان جديد في الأبيض. فرامونا كان بيعمل هذه المسألة، وبطوال لصقهم كان
محمد علي عبد الله الشاعر صاحب الكلمات الرقيقة اللي بسمه محمد عبد الله الأمي. كان عنده ترزي هو كان هناك في الأبيض، كان صديق للوالد. فأخذت الريكوردر هذا ووضعته في رامونة على أساس الباص بيجيف في رامونة اللي بياخذنا المدرسة، وأدرته وكان فيه إحدى الأغاني اللي هي مؤلفة اللي هي أذكر عيون الصيد النعسات عيوني عيون النيل حاكا عيوني. لو لاحظت ان الناس مره بيخلطوا ما بين عيوني وعيوني في العياء وفي نعم في العين. نعم هي عيون الصيد نعسات عيوه مرضه من جمال وعيونه لانه الجمال ده دخل في نفسه اصبح يبكي ينهمر عيونه مثل عيون النيل. فجاء محمد علي لامي وخدت يده كده وجلس. جلس طبعا هو راجل كان صالط صعب لا يجرؤ اي انسان ان يتحدث معه. فقال لي مينك ما في زول بيشيل الجهاز الان خلاص الباص واقف مدرسين موجودين الجميع في داخل الباص المواعيد جات لكن ما في انسان يتحرك لانه محمد علي بيسمع لكلماته من الريكوردر الخاص بخرطقت وانا منتظر. وكان تاخير مبرر وبتبرير قوي ومقنع. وبعدين انا اساسا زجرت من قبل في هذه المسألة لأنه أذكر هو مرة جاء البيت وسأل من الوالد وقتها لسه ما دخلت خردقت. فجاء الوالد قلت له أنه جالك العصر اليوم محمد علي الأمي. زجرني أمي أمي أنت محمد علي أمي طبعا فأسقط في يدي أنه أنا اللي دخلت الابتدائي اللي بكتب الإنجليزي يقول لي أمي سكتت أخذتها لكن عرفت أنه محمد علي تاني وجل يقول للأمي. نحن على ذكر هذه المواهب عندنا معرض شخصي لمختار الأصم، صور منتقاة وبتحمل كثير من المحطات الحياتية المهمة. نحن حننتقل ونفتتح هذا المعرض الشخصي وتكلمنا عن مناسبة كل صورة وذكرتها. تفضل يا دكتور. اهلا يا عروسه ليندا، مساء الخير. تفضل يا دكتور. افتتح المعرض الشخصي لدكتور مختار الأصم. شكرا جزيلا، رجعتني لايام الوزاره. تفضل. فوق هنا عندنا مجموعه من الصور. كيسة يعني هي قبل سنتين ولا سنه واحده يمكن. في النص هذه زوجتي، باليمين طبعا مختار، باليسار هذا ابني، وذيل الثلاثة بنات. ثلاثة بنات باليمين هذه رانيا وهي أستاذة جامعية عندها ماجستير في الإدارة. في النص دي زوجة قريب هي طبيبة في بريطانيا رينا. رانيا عندها توأم جميل جدا جدا ما شاء الله. والثالثة الصغيرة هذه عملوا بجد يعني البنات. نعم. وهذه رزان اللي معايا الآن في الخرطوم هنا، هي برضو ماخذة اتجاه الوالد في إدارة العمل. هي مهندسة لكنها الآن عملت ماجستير في الإدارة. الظاهر الإدارة دي يعني جارية في دمها. كلهم دخلوا فيه. الصورة الثالثة مع الوالدة. هذه الوالدة. نعم هذه صورة سنة 86 فقدناها مؤخرا. لكن رحمة الله عليها. هذه الوالدة وهذا مختار الأصم بشعر المميز قبل الترحل طبعا. لا ما شاء الله شباب لسه. الصورة الجماعية دي في بيرمنغهام كما ذكرت. أي نعم نعم. لو تلاحظي فيها كمية من الأفارقة وفيها بعض الخواجات ما كسر. نعم بالمقارنة مع الأفارقة. نعم نعم. هذا برنامج جامعة بيرمنغهام لإدارة التنمية والماجستير في الإدارة. بيجوا كثير من الدول الإفريقية. برنامج مهم جدا جدا. جامعة بيرمنغهام هي تكاد تكون الجامعة البريطانية الأولى التي تخصصت في دراسة التنمية والحكم المحلي والاتحادي. أنت عملت الدبلومة ووصلت مباشرة في أي نعم الجسد. ودرست على يد مارشال. مارشال ده اللي وضع قانون الحكم المحلي السوداني. أنا آخر طالب يدرس على يده دكتور مارشال اللي بقى فارس ويعني بقى كبير جدا في بريطانيا. فالصورة دي هي ودل هذه الدفعة. فيهم ناس كتار أصبحوا وزراء في الدارو وفيهم ناس أصبحوا حكام لكن هي يعني ما فيها سودانيين كثير. أنا طبعا من قبل بفتش في دكتور مختار فإذا بيه في الصف آخر الأخير آخر على الشمال. نعم نعم.
الصورة الخامسة. الصورة الخامسة الإمارات. هذه نعم، وأنا مستشار لدولة الإمارات. أنت عملت عدد من السنوات يمكن في مؤسسات مختلفة كاستشاري. نعم، في الإمارات كنت 5 سنوات في جامعة الإمارات، ثم بعدها مستشار لحكومة الاتحادية، ثم بعدها لحكومة أبوظبي. يعني اشتغلت استشاري مرتين، مرة للحكومة الاتحادية وبعدها لحكومة أبوظبي. آخر فترة استعملت فيها كانت حكومة في إمارة أبوظبي. نعم. الصورة الأخيرة هذه عندها علاقة بالجامعة العربية ومنظمة العلوم الإدارية العربية. ده برنامج كان عملته في الأردن لتنمية مهارات وكلاء الوزارة العرب، وأنا كنت مسؤول عنه. دكتور مختار على اليمين. نعم. وعلى الشمال السيدة الموجودة. نعم، هذه الأستاذة شادية الله يرحمها، فقدناها، كانت في معهد الإدارة العام. وهدول أساتذة برضو كانوا معنا في ذلك البرنامج من مصر العربية. إذن هي مجموعة من الصور استطعنا أن نختزل بها شيء من المحطات الكبيرة الواسعة. أنا بصراحة كان نفسي نستعرض المزيد والمزيد، لأنه كل واحدة تحمل قصة بذاتها. إذن هي مجموعة من الصور ووجه آخر غير معروف وغير متاح معرفته لكثير من الناس للدكتور مختار الأصم. إذن الوجه الأجمل بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا. شخصية عرفناها كأستاذ جامعي، كسياسي فذ،
كأستاذ للعلوم السياسية بالجامعات السودانية وأيضا عميد لكلية الإدارة وعميد لكلية جاردن سيتي، كل هذه الصفات هي لضيفنا اليوم وللبحث عن الوجه الأجمل للدكتور مختار الأصم يتواصل حديثنا معك. وكنا قبل ما نتحرك على المعرض الشخصي نستعرض مجموعة من الهوايات المحببة لديك. عرفنا أنه لديك موهبة التمثيل كانت منذ الثانوي، ولعب الرياضة، لعب التنس والباسكتبول. الأشياء اللي فاجأتني حقيقة أنه لديك حرص على إعادة مونتاج كل المناسبات الخاصة بك، يعني ده معناه أنه في دراية أيضا بعالم المونتاج، وهذا عالم كبير كمان. عارف الحقيقة أنا عندي هواية في الكمبيوتر، يعني بعد ما تركت العمل في السينما والتصوير وبقى التصوير بقى سهل، وجدت نفسي بشتغل ما يعرف بالهاردوير في الكمبيوتر. الناس عادة بتعرف السوفتوير، بيعرفوا أنه كيف يدخلوا البرامج في الكمبيوتر، لكنهم بعيدين عن مجال الكمبيوتر نفسه كجهاز وتجميعه مع بعض البعض. أنا عندي خبرة في هذا المجال كبيرة جدا، ويمكن دخلني فيها مرة شعور باستفزاز. أنا كنت مستشار لحكومة أبوظبي، وأتوا بمؤسسة أمريكية لكي تكون مسؤولة عن تطوير أبوظبي، وأنا مسؤول عنهم منسق أعمالهم. فأتوني مرة بإعلان يطالبوا فيه بأنه عايزين يعينوا خبراء لإكمال عملية إعادة تنظيم أبوظبي، وكاتبين من ضمن الشروط الإلمام التام بالكمبيوتر. الكلام ده كان سنة حوالي 89، فشعرت بغربة شديدة أنه أنا مسؤول عنهم ويستعينوا بخبراء من الخارج من أجل أن يكونوا ملمين بعلم الكمبيوتر، وأنا حكون مسؤول عن هؤلاء الناس. فمشيت اقتنيت كمبيوتر وسهرت الليالي بقى بعد ذاك إلى أن يعني عرفت تماما أنه كيف أدير كل ما يعرف بالسوفتوير في الكمبيوتر. ثم بعده دخلت في الهاردوير، كيف تصلح الكمبيوتر نفسه، كيف تجمعه، ولقيت نفسي متمكن من هذه المسألة، وإلى الآن هذه المسألة عندي. لقيت بعدها بأنه أنا حق أرجع لهوايتي السابقة اللي هي كل ما يتعلق بالتصوير، مسرح، موسيقى، حب في الأغاني. ونحن مجموعة بتاعة أصدقاء بتحب بعضها حب شديد جدا، بتجمعنا مع بعض يعني محبة في سماع الأغاني الجميلة، لأنه نحن مؤمنين بأنه الشعر الغنائي السوداني من أجمل أنواع الشعر وأرقاها، ويعني الشعر رصين باللغة العربية حتى اللغة الدارجة اللي فيه. ويمكن تكون برضو كمان جزء من والدي، والدي كان في السابق أنه بيلقي محاضرات عن الشعر الغنائي السوداني، وهو اللي قدم لديوان محمد علي الأمي ونشره. فلقيت نفسا هذه المحبة مع أصدقائنا دي مع بعض بيسمعوا الأغاني الجميلة وبنسجل مرات، ونحن بنقعد دائما كعوائل، يعني ما عندنا الفصل هذا. دقيقة الاستماع للأغنيات ما محدودة فقط بالأغنيات السودانية، ولكن عندك مزاج خاص مع بعض الأغنيات العربية وتحديدا أم كلثوم. نعم، وهذا عشق آخر. يعني أنا مقتني لجميع أعمال أم كلثوم منذ أن كانت في الأسطوانات الكبيرة السوداء إلى أن أصبحت في الأسطوانات الصغيرة هذه، وما زلت أحتفظ بمجموعة من أسطوانات أم كلثوم، ويمكن لا أجد الوقت، لكن مرات في السيارة بستمع لها. المهم أنه يعني أصبحت أمزج، يعني عندما يسجل أخواني وأصدقائي هذه المسائل أنا اللي بأتي في البيت وبمزجهم مع بعض وطلع لهم في سيدي، لأنه السيدي بتسهل عليهم أنه يعني يسمعوها في السيارة يسمعوها في البيت. وبالذات في بعض الأحيان بتكون عندنا مناسبات عائلية برضو بسجلها وبعمل مونتاج، لكن يبدو أنه كمان الشغل الأيام الأخيرة دي يعني طغى علي، فعلمت ابني محمد بأنه يقوم بهذه العملية بالإنابة عني. يعني حتى برامج التلفزيونية والأخبار اللي بصهر فيها بتسجل وبتتمنتج، لأنه كما تعلم أنت إعلامية بأنه أدائك بتحسن إذا نظرت إلى نفسك. صحيح. وعرفت وين وضعت يدك، وين كانت نظرتك، كيف كان نطق الكلمة، كيف كانت استجابتك أنت كمشاهد لصورتك، ده هو اللي بيحسن الأداء. صح. فأنا بقوم بهذا. لذلك أصبحنا نلمس احترافا يوما بعد يوم في المواقف اللي بتستدعي وجودك أمام الكاميرا والتحليل السياسي والمتابعة. نعم. اللصيقة لكل المجريات. نعم. دكتور مختار، في سياق ليس ببعيد عما نتحدث،
حدث عنه. هناك كثير من الأصدقاء والزملاء اللي قابلتهم في مسيرة حياتك، ولكن البعض تشغلك الظروف وأشغال الحياة والمسؤوليات الكثيرة عنهم، والبعض الآخر تواصلت العلاقة الحميمة به. منهم دكتور يحيى العربي الطبيب الجراح الذي زاملته أيضا في فترة الدراسة بخور تقبت. عندنا إفادة من الدكتور نستمع لها ونجي نعقب عليها. معرفتي للبروفيسور مختار الأصم بترجع إلى فترة الثانوية، ورغم أن دفعتين أنا قدامه ووراي، لكن كنا بنتشارك في حاجات كثيرة، منها فن التصوير والمسرح، وأنتجت خورطقة مسرحيتين لعزيز الأسماء دلوقتي بدأت تروح مني، لكن هي مسرحية الشعر في الموسيقى التصويرية، كان عمل كبير وبالتأكيد استفدنا منه خبرات حياتية، وقدمنا حاجة في وقت كان المسرح ما معروف، رحلناها بمسرح متحرك لكوستي وكسلة وبرسودان، فكان شيء جديد في الوقت ذاك، يعني قبل أواخر الخمسينات أو أوائل الستينات. دكتور يحيى قال إنه كان بيشارك أيضا. أي نعم نعم، الحقيقة ورثت عنه السينما، المسرح، الإذاعة، لأنه كان قدامي، وكذلك يعني حب الجرأة في التعامل مع الأشياء الميكانيكية والأشياء الكهربائية. هو رجل جراح ناجح جدا، وكان في بريطانيا يعني صاحب مقالات منشورة ومعروفة يعني عنه كبير، لأنه من أمهر الجراحين. لكن الشاهد أنه كان بيمثل، يعني كان بيمثل هو الحكم. الحكم هذه مسرحية عزيز أباظة اللي مثلنا فيها العباس أخت الرشيد، ومثلنا فيها عبد الرحمن الداخل، وهو كان بياخذ دور الحكم ده اللي كان بيحب شفق. عندما عبد الرحمن شعر بأن هنالك في مؤامرة، عبد الرحمن الداخل الناصر شعر بأن هناك مؤامرة لإزالة ملكه وحكمه من ولده الصغير اسمه عبد الله، فقتل ابن عبد الله وقال بأنه أقتله وأبكيه معا، فالملك فوق الأهل والأحباب. كان بيمثل يحيى هذا. الحاجة الثانية كمان، يعني المسرحيات دي كانت مكتوبة باللغة العربية الفصحى، يعني بالشعر، لأنه عزيز أباظة كان بيكتب بالشعر، ونحن في خورطقة كانوا بيعلمونا أنه كيف يعني نستمتع بالشعر العربي اللي بيكتبوه في هذه المسرحيات. وكانت لنا جرأة كطلاب صغار أن أخذنا المسرحية ومثلناها في المسرح القومي لأول مرة، يعني مثلت المسرح القومي السوداني. هذه جرأة تحسب لكم، وأيضا محاولة أيضا لإخراج هذه الموهبة والتمكن منها في نفس المستوى. أذكر تماما أنه أنا كنت في المسرحية الأخيرة مسؤول عن الموسيقى التصويرية، يعني ما كنا بنضع مسرحية وبس، لابد أن تكون مؤثراتها موسيقى تصويرية غير الديكور وغير الإضاءة. أنا كنت مسؤول عن الإضاءة وعن الموسيقى التصويرية. الموسيقى التصويرية كانت عبارة عن أسطوانة البجعة لجازوفسكي، لكن كان يلزم أن تكوني مسؤولة عن الموسيقى التصويرية أن تحفظ الأسطوانة زي ما يعرف تراك باي تراك، كل حتة وين، يعني لأنه لكل موقف الموسيقى المناسبة له. طبعا لما تكون في حتة ناعمة لازم تفتشي وين جازوفسكي كان بيتكلم عن بينابولي، وتجيبي النقرات بتاعت الرقيقة. عندما يكون في حد عنف وسيف لا ينتمش للنغمات أعلى، وفي نفس الوقت لابد أن تكوني حافظة المسرحية كلها والتمثيل. يعني متى سيظهر الناصر،
غاضب من ابنه عشان تضعي صوت حاد؟ متى سيقطع رأس ابنه صوت أحد منه؟ متى سيكون الحكم مع حبيبته عشان تنزلي لصوت رقيق؟ يعني كانت عملية صعبة خالص خالص أنك تكوني ماسكة الرأس الميكروفون الجرامافون وتضعيه في التراك الصحيح من غير ما يرتجف. لكن وقتها نحن كنا شباب وأصابعنا ما فيها رجفة وإذن من ممثل على خشبة المسرح إلى فرد يقوم بدور مؤثر على خشبة الحياة السياسية في السودان. إذن لقاؤنا يتجدد بكم الخميس المقبل الساعة 10 مساء نفس الزمان ونفس المكان على قناة الشروق. أطيب المنى، إلى اللقاء. ملاقي أي كلام بس شفت في عينيك بوابة الأحلام. ملاقي أي كلام بس شفت في عينيك بوابة الأحلام. يا رسمة في الأحزان غيمة فرح نديان تروي الخلايا حنان. يا رسمة في الأحزان غيمة فرح نديان تروي الخلايا حنان. قبال خطاك سحرك سجل الهام قلب الحروف دندن يتغنى بيك يوهام. جت عيني في عينيك فاجأني فيها شروق. جت عيني في عينيك فاجأني فيها شروق. أشوفك أنا دايما تكوني هنا واللحظة تبقى سنة والقى الهنا المسهود. يا ريت أشوفك أنا دايما تكوني هنا واللحظة تبقى سنة والقى الهنا المسهود. يا ريت أشوفك أنا دايما تكوني هنا واللحظة تبقى سنة والقى الهنا المسرور.